السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة حذف هذا الصوت من الأبواب أو النوافذ بطريقة سهلة وفعالة. نقوم برفع الباب بواسطة مفك أو أدوات حديدية لكي تسهل عملية إزالتها بسهولة. بعد ذلك نستعمل زيت محرك السيارة ونضع قليلا منه في قنينة صغيرة بلاستيكية مثل هذا الشكل أو شكل آخر اختياري. بعد ذلك نقوم بعملية التنظيف لهذه الأجزاء، ثم نضيف قليلا من زيت محرك السيارة ونعيد تركيب الباب، وبالتالي يختفي هذا الصداع أو هذا الضجيج بسهولة. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.